هذا طبعا طقس هندوسي يعتمد فيه على جوز الهند وزيت جوز الهند يضاء من خلال شمعة للتبرك. ومن أقصى الشمال، من الجبال ومن الصحراء، مكملين معاكم مشوار استكشاف الهند الساحر والجميل. وعلشان تكتمل الرحلة وصلنا معاكم للجنوب والأجمل الشواطئ، تحديداً في كيرلا ومن كوتشي. كوتشي تم تصدير أول منتجات الهند لكل العالم مو بس للخليج. نتكلم عن مجوهرات الهند، من بهارات، من هيل، من رز وغيرها من منتجات الأقمشة. من هذا الميناء تحديداً طلعت أول سفينة، بعد كذا أكيد صار في موانئ أهم من هذا الميناء، لكن ما زال يحافظ على أهميته التاريخية والاستراتيجية ومن أيام البرتغاليين. إحنا نتكلم عن آلاف آلاف السنين، علشان كذا تشوفون النمط هنا برتغالي أكثر بكل الملامح، وما زالوا يحافظون على صيد الأسماك وتصديرها أيضا. كيرلا منطقة مرة كبيرة وفيها عدد من المطارات. إذا نزلتوا على كوتشي فأنا أنصحكم تسكنون في مكان اسمه فورت كوتشي، مبني على الطراز، أو مو مبني، هو أساساً من أيام البرتغاليين. فحتحصلوا هذه البيوت اللي مكنكنة صغيرة اللي ملونة وقريب من الساحل. حاجة ثانية، ابعدوا كل البعد عن الداون تاون أو عن منطقة المطار عشان تستمتعون، يعني هي منطقة المزار الرئيسية للسياح وأغلبهم يتعنون عشان يمشون برجولهم في هذه المنطقة. نعم في شوية رطوبة بس تستاهل العنوة. وإن ما طاعك الزمان أنت طيع معدتك، هي أساس السعادة والهنا. أنت بفورت كوتشي وما تاكل أكل بحري أنت غلطان، ألذ أكل بحري موجود في الهند. هنا المطاعم متنوعة وكثيرة على الطريقة الأسبانية، على الطريقة البرتغالية، راح تلاقوا فيها أكلات عالمية. الحلو إن السمك والروبيان والكراب اللي هم مشهورين فيه ينباع بالكيلو بالدرزن، والأسعار جداً منطقية، يعني ربع الأسعار اللي عندنا إياها صراحة في الخليج. وتقدرون تشوفونها وتختارون الصوص اللي أنتوا تبونه وتدلعون أحلى دلال. كوتشي عندهم رحلتين سياحيتين كل واحدة تقول الزود عندي. الأولى تبعد عن المدينة تقريباً 4 ساعات ونص إلى منطقة مونار، هي منطقة جبلية تقدرون تشوفون فيها الشلالات، تشوفون فيها مزارع الشاي والمدرجات الحلوة. هي أكبر مصنع ومصدر للبهارات، ريحة الهيل، القرفة وغيرها من البهارات. لكن بالنسبة لي صراحة أنا لأني يوم واحد فقط في كوتشي فما كان يمديني أني أسوي هذه الرحلة، وخاصة أن الأجواء شوية كمان ماطرة، فلازم تتأكدون من التواريخ، ويوم واحد ما يكفيكم في كوتشي. أما الرحلة الثانية فهنا في أليبوز. أليبوز عبارة عن القوارب الخشبية اللي كانت من آلاف السنين هي المصدر الوحيد لنقل الرز إلى المناطق الهند المختلفة، كانت هذه وسيلة المواصلات الوحيدة. هالحين هذه القوارب الخشبية تحولت إلى فنادق مصغرة داخلها غرفتين وأربع غرف نوم، تأخذكم في رحلة لمدة 24 ساعة. أنا راح أخذ الرحلة لمدة ساعتين أكتشف فيها القرى الصغيرة وأشوف منابت الرز، رغم أنه للأسف ما هو بموسمه.
وبعد معاناة وأخذ وجذب وروح وارجع، ولفينا على أكثر من مكتب، 3-4 مكاتب، كأن كلهم يتفقون على تسعيرة واحدة. الحين عندكم خيارين، إذا كنتوا حابين هذه الرحلة ممكن تحجزونها أونلاين، راح تكون عليكم أرخص عن طريق مكاتب معتمدة تسوي لكم باكيجات كاملة وتكون بساعات أكثر. أنا سويت فيها فهلوية وذكية لأنها دائماً تضبط معي، بس هذه المرة مو مرة ضبطت معي. جينا إلين الموقع وقلنا بنشوف على حسب الجو ونشوف على حسب نوع القارب وشكل القارب، لكن لأن ما باقي شيء على المغرب إلا ساعة ونص فهم عارفين، فكان مو ابتزاز، ولكن كانوا زي اللي ماخذين موقف على سعر معين، فطلعت علينا أكثر من سعر البيع، يعني أخذناها لمدة ساعة بسعر 24 ساعة. فلا تغلطوا نفس الغلطة، لكن من ناحية الرحلة تستاهل. تعرفوا أن الهند تصدر أكثر من 1100 نوع من الرز، تنزرع هنا في الهند على أكثر من 20 منطقة، لكن استخدامه من المحلي لثلاث إلى 10 أنواع فقط، الباقي كله للتصدير، من البنجابي، البسمتي، الحبة الطويلة، الحبة القصيرة، وكل أنواعه. طبعاً الخليج لها نصيب الأسد من الرز. جايين بالطريق صراحة لفتني الألوان والأنوار وصوت الموسيقى ووجود النساء، هذا طبعا طقس هندوسي يعتمدوا فيه على جوز الهند وزيت جوز الهند يضاء من خلال شمعة للتبرك، اعتقادا منهم بأنه يجيب البركة، فالمرأة تكون أقوى للإنجاب وأصلا قادرة على حماية بيتها. الأكل في الهند مشكل هي، بطني خراب هي، طبعاً من السبايسي، لكن لا تخافون في بعض من الأكلات والوجبات ممكن تناسب الجميع، بس أنا لأن عندي قرحة وعندي قولون وعندي 100 مشكلة ومشكلة. الحلو في الموضوع إنه هنا في كيرلا في مطاعم عربية، أغلب العمالة اللي موجودة والمغتربين اللي موجودين في الخليج هم كل ما تسألهم يقول لك كيرلا 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 كيرلا، فأخيراً إحنا في كيرلا. فمن باب رد العطاء، ايش فاجأت وايش حصلت؟ حصلت مندي ومضبي وشاورما ومشاوي، وحتى لدرجة ان المطاعم تنكتب بالخط العربي وبالكلمات العربية، حتى الصيدلية هنا بالشوارع الرئيسية في كيرلا مكتوب عليها صيدلية، المطعم مكتوب مطعم، عربي مكتوب عربي. فخلونا نجرب المندي ونشوف الكبسة والمندي اخذوها على اصولها ولا نقلوها محرفة. تعالوا. الله، يا الدنيا مردودة، مقيولة مردودة، يعني بعد الحنيذ اللي في عمان واللي في أبا وعسير، والحين أخرتنا جالسين ناكله في الهند، لكن نقول بسم الله ونجرب. عندهم هذا اللحم وصلني بهذه الطريقة، ما أدري صراحة من أي جانب، ظهر هذه من الكتف، لأن شوفوا والله لينة، يعني إجمالا اللحم إلى الآن لين، شكله أوكي، اللحم اوكي، البهارات فقط على الجزء العلوي، تقدرون بانكم تشيلون البهارات وتاخذون اللحم من داخل، لكن الدجاجه فاخذوا الدجاجه المسكينه هذه يا اختي، احنا ما جت كذا الدجاجه، ما حسينا انها دجاجه، انها مندي. هالحين واضح انها مشويه بالفرن، يعني ما هي على طريقه المندي اليمني اللي احنا نعرفه، لكن نجرب. دجاج اوكي، زي ما قلت لكم كان الدجاج متحمر بالفرن لا يمت بصله للمندي. الحين يمكن الملعب كله بالرز، الشيف اللي جانا قال انه كان يشتغل 20 سنه ما بين البحرين وما بين عمان، فاللحم على فكره عماني، انا اول ما شفته قلت هذه طريقه اهل عمان، نفس الشواء العماني واضح. لا، الرز رز مندي مندي،
مندي وما هو سبايسي، لا مندي. الصوص الأحمر شوف نفس حقنا ولا زيادة حرارة؟ حار بس نفس صلصتنا بالضبط. لا واضح إنه أخذ الثقافة الخليجية بامتياز. علي بألف عافية. نصيحة أخيرة بما أن مشوار اليوم انتهى من هنا، انتبهوا 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 تتكلمون عربي وتاخذون راحتكم بالكلام. ثلاث أرباع إن ما كان نص اللي موجودين هنا في كيرلا اشتغلوا في الخليج فيفهمون عربي، حتى لو قالوا لكم لا يكون أحد من أهلهم هنا ولا هنا مشتغل في الخليج أو مشتغل في دولة عربية. فاللي عنده كلمة حلوة يقولها، واللي ما عنده ينام. وأمسيته على ألف خير، ألقاكم في حلقة جديدة من على فين.